عظمة الموقف الجيش المصري وعلى رأسه في وقتها الفريق السيسي لما يجي قائد جيش يقول ما اقدرش اسيب شعبي يتقطع في الشوارع او ان هذه العصابة تستفرد بيه وهي مسلحة وعندها ميليشيات مسلحة واسيبها تنفرد بيه وتقطعه في الشارع، انا هاخد الضربات بداله وانا لو بفرض فيه ضربات انا هاخدها بداله وانا هحمي شعبي متحديا الإرادة الإدارة الأمريكية اللي هي بتسلحه وبتديله ذخيرة. يعني ممكن كان أي قائد في الدنيا يفكر يقول ده مش ممكن يعملوا معانا زي ما عملوا مع صدام ويقولوا عليا ما اعرفش ايه ويجيش الجيوش. لم يأبه الفريق السيسي في حينها بده وخاض التحدي وخاض المخاطرة من أجل خاطر عيون الشعب المصري انه ما يقدرش يسيبه لوحده. دي نقطة كان لازم أتكلم عليها في المقدمة لما عايز أتكلم على المشهد العام بقى من 3/7 لغاية دلوقتي. من لصوصه؟ من راكبي موجته؟ من المستفيدين؟ من أبطاله؟ أبطاله الشعب المصري. ولما بقول الشعب المصري بأقصد الشعب والجيش، لأن الجيش هو جزء من الشعب المصري. يعني في ناس بتفرق وساعات في الخطاب حتى احنا بنغلط فيه بعض القادة حتى يطلعوا يتكلموا ان الجيش والشعب. انا مش فاهم حتة الجيش والشعب، الشعب والجيش. يعني هو الجيش هو مين؟ مش هو اخويا واخوك وابني وابنك؟ يعني هو الجيش ده جايبين حتة تانية. فالمهم ابطاله هم الشعب المصري. في بطولات فردية لابد ان احنا نقرها لواحد زي الفريق السيسي في وقتها، قيادات القوات المسلحة اللي وقفت في اصطفاف وطني هائل ورا هذه القيادة برضو خدت المخاطرة معاه. دول في ابطال فرديين، لكن البطوله الحقيقيه للشعب ككله، لان تجمعت ايرادات الشعب المصري في مشهد مذهل يعني التاريخ هيتوقف امامه كثيرا، والناس اللي عاشت الفتره دي اللي هو احنا مش حاسين بقد ايه العظمه بتاع 30 يونيو ولا بتاع 25 يناير، مش مدركينها. اما عن لصوصه وسارقيه، في هناك من اطل براسه من رموز الفساد في النظام الاسبق، واعتبر ان 30 يونيو هو تطهير لما فعله، واعتبر انه لسان حاله ايه؟ يا شعب مصر، ها انت رايت نظاما اكثر فاشيه واكثر استبدادا واكثر فسادا من نظامنا، فكان عليك ان ترضى بنظامنا. فيريدوا ان يعيدوا التاريخ للوراء، وعايزين يرجعوا تاني يتمرتسوا ويتمركزوا في مواقعهم مره اخرى، ويعيدوا سياسات النظام السابق، ويعيدوا منظومة الفساد اللي كانت موجودة، وبيحاولوا حتى يسيطروا على البرلمان القادم في محاولة منهم برضو، انه فاكرين ان الشعب المصري ده برضو اهبل، هيرجع تاني المعاناة اللي هو عانى منها هيرجعهم تاني للحكم. دي انا رأيي لصوص فرحة الشعب المصري او من يحاولون ان يسرقوا فرحته او ثمار ثورته.